الاساس اني بيلس خارب وما ينيلس حر جهنم موت ياكم هو عيال استعدوا له يلا يبدل يبدل براد وبراد وين يا البراد عند الله علينا ايه ها سلم عليك البراد الحين لا حول ولا قوه كارتن قول خلاص ما حد يرمي يلس خارب حشه لا اله الا الله هاي مقول لك ياكم هو عياله هذا هو عياله مرحبا 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 صليح مرحبا مرحبا جود مورنينج صباح الخير شخرت لنا الحين شيشه انزي تتاخر لنا الحين تسعه شيء مو مرحبا شيشه انزي يلا تعال يا كبر قدام العاده شكرا خلاص أنا يالس ويا واحد يالس عدالي لا حبني ولا شيات ولا قال لي صباح الخير أخ خير كيف حالك؟ زين؟ بعد؟ أنت كويس؟ المستشفى أمس؟ إيه أمس خير أنت صلاح؟ عدالي ما تبى تصور؟ تبى تصور عافد هناك بصير يومين ها دور عدالي مرة تعبت حظنك مرة تعال عدالي ها شوي شوي أنا صاحي ورقم واحد وصرت البارح العيد وصرت عند الحظ شفته وين شفتني؟ غساب كلها في السناب ولده اسمه محمد وين؟ محمد في الصف السادس شاطر ما شاء الله وكل يجيب اي رقم واحد تصير وياي البارح العيد؟ ليش ما صرت وياي العيد؟ ها تعال بقلك بقل منو هذا صلاح؟ كيني هاي رجال أدريب اليديد؟ بس خلت تحت خلت تحت خلت الدار وين صرتوا وين جيتوا البارح يا صلاح؟ وين صرت البارح؟ سيشن البارح البارح ما باليوم أنا وين أنا وين؟ واليوم شخركم اليوم؟ سيشن سيشن بيتنا خلاص سيشن وهاي هدية مع الخلاص؟ يا شو مال؟ مية دولار ما تعرف أنت جاي بنا هذا منو جاي بنا هذا؟ هذا خلاص خلاص تين وهمبة ايه يا سلام تحيدون الأفران الكهربائية صغيرونات هاي يا نوع جديد والبارحة طرشوا لي السنبل ماله عملي وفنان بدل ما تحط قرص واحد هاي شل ثلاث قروص وبدل ما تحط القرص من فوق وتشله وتحطه تحت لا الحين اسهل بنزلكم فيني بيعيبكم وايد وايد فنان وغاوي وشي جديد تو مبتكر يعني بعد حتى ما نزل تو نازل السوق يعني لكن ما بكميات كبيره شيء بسيط قالوا لي خالد حط الاعلان هذا العرب تستفيد من اليوم طلعته لانه حايه الناس كلها لخبز الخمير كلها العرب تخبز وبيوزلك وبيوزلنا قلت لهم بحطه لكن ضروري تعطوني عاد ببلاش اذا ما شيء خمسه منهن احنا الخاص كان ب 100 ربيه ما ادري يقين يعني 100 ولا 150 ما يقدر يمكن 90 اظني ما يزيد بين 100 ولا 180 مستحيل يزيد سعره وفنان وعملي وكبار يعني الغريب في الموضوع ان القرص الاول حطوه فوق فوق هذا وعقب حطوه داخل بطن الفرن وانتفخ الحين لا وطريقة فكوا ابوي العرب من التعب والعباله تحط ابوي كان قرص ولا قرصين ولا ثلاثه مره وحده يحمر من فوق ومن تحت ويتنفخ ويازل يقول وين بيكم اياه ترى ما بدعايه ولا ببي ولا ببيزات بحب الله شرات هالرجال اللي جاب العطر البارحة ابي يعطوني اظني تاول وتاوتين منهم ما عاد تبيعني ومضمون
ادري شو بعد شو يرمسون. المهم بحط لكم اياه بالفيديو بتطالعون روحكم واللي يبي ياخذ. رياييل ابوي فيها البلاد بارك الله فيك، لكن ابوي كل وحده منكن فادي كبر البيت العظيم، والريال ابوي ريال هالزمان الشباب يدورون المسحتات هاي اللي كان يريد في السنين الاوليه يطالعون هالحرمه المرحرحه راعي في الطول والعرض الحرمه اليثله هاي الناس يدورونها بتفق الاول دجيجه في العصقول شينه لو بتزين في ضحى العيد ليه ما معه فجره متينه ما تلبس ثياب المساوين الاول يدورونها الاول دواره هاي يسمونها بعد الاول مطرح حاكم هاي المرحرحه مطرح حاكم يسوون. انزين نكمل السالفه. فحين كل وحده ابوي غادي كبر البيت العظيم 40 من وزنها منو بيشاهده حين الرجايل ابوي يدور طرب ويا هاي لاكي المرحرحات ودروها حين الفساتين والثياب والموديلات كل ابوي حق اليابسات هاي وانت كل وحده منكن غادي كبر الدوبه ابوي بترمن وبت يباكن ابوي ملح يملحون كن تتم البيوت هاليتكن ما حد يباكن. فحين البلاد ممزوره ريايل القصور ابوي منكن خفن على عماركم من الصراط من الفاست فود من السقم هذا اللي ما يوجه وبتضعفين بتغادر الرشيقات الرجال ابوي ما يبي ياخذ وحده محبره تك يمشي عدال وين ما يصير يباله وحده كانها رمح يوم بتمشي. انت شوفي الحين الكوشه اصلا وهي الكوشه يوم بتغدي الوحده برطامه كمتنها بتغدي مضحكه حق قدام العرب. فالاخ يا ربوي اللي من كنت تبع العرس مدام تحيد ابوي عمرها غادي كبر الدوبه هاي ابوي لا تدور ريل تم ابوي لين تحولف ومن تخف وتغدي فنانة أبدأ مسلك يريده ترى قلنا لكم اليريده هي اللي تمشي اليريده هاي اللي كانها جنا ولا أبوي هاي لك الرياييل اللي يدورن أبوي حري من الراهيات أي ها طوتهم سلمة ما منهم تام حد فمحور الحديث اليوم الرمسة الكل منكم والجميع العودة والصغيرة ليه تحيد عمرها أبوي متينة لا تتريى نصيب أبدا لا والله لو الله سبحانه وتعالى بيسخر لها ولد الحلال من يصير بيشوفه بيزيق البها انطاح 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 تتف على 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 خشمه انطاح زندك انت على خشمه وراقد انكتمت انفاسه واصبح ابوي صار من شي سهله اصبح ابوي فطيح.
أموي الله يهديك تذيتينا بالخالدي حتى في المستشفى يتحرطه نعم أذيتينا فيه بس ما ريدي في فاي كبير صغير يلا الحين بي انا معك ما يقص انا يجي يسوي صوره حق قص يلا وين اللي فيها زياده طلاطة الاول هاي 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 عند هذه اول هذه يلا نزل تحت يلا تحت كم وحده شايف فيها هاي لا هاي ما بالغة وايد بس 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 نزل انت تحت نزل خلنا الحين سر عند هاي يلا بسرعة عادة قفط حيس حيس حاس الله رقبك وهاي الثالثة بسرعة انقفط صبر الله شي فيها بادي هاي تحت العيال شي بعد ما في هذا بس تنين ما في لا بعدهم لا عمار عمار يا ابو ظبي عمار عمار يا دار الطيبين اللهم احفظها من بلد وادم عليها نعمه الامن والامان صبر 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 تعال شوف تعرفين بتحطهن تحت درام مال العيش وتحطهن داخل الدرام مال العيش حط تحت العيش وفوق العيش يندفن اندفان لا تخلي حد يشوفك من البشاتير هي سك البخار وانت تدسهن لا تخلي حد لا من البشاتير ولا من البشكارات يشوفها انت المسؤول يلا ان عطيت حد في فاي كسرت على راسك يلا ابوك مال مولي يلا حرامي رقم واحد الحين ابو يلمت توت هاديات ولا حد اخير عنها وصاخات صختم وحده ها سلام عليكم ما حد شرات شو ما زينها ولا يقولن شيء من يوصل لا سي 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 روخ خاري 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 سي روخه يلا دخل دخل شوف من يجيبون عاد الحين يحتشر حشرة وحدة هو اللي يسوي الإزعاج كامل اللي في البيت كرت يا المكروه السلام خيبة 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 سلام عليكم ها شو أخبار ها ريدي يا سلام يا سلام إحنا اليواشة هاي نشلها اليواشة هذا الزبدة هذه نشلها ما بالحينة عقب ما نحط الدويات آخر شيء من يصير يجلب جلبتين لأن حين نحط شليت اليواشة حينه وحطيت الدويات وعقب شليت اليواشة وديت ثانية ما شيء فايدة شو صفيت عليه انت عيل هذا سألكنا أبوي نشل اليواشة ما بالحين آخر شيء مرة منها بنطفي الضوء شلينا الزباد هذا يشوفوه كله هذا يعني كان شيء فيه ولا شيات يعني سبحان الله الحين على ما تشوف الدهن مرة صافي وزاهب مرة تطبخ من صباح الله خير الحين بس من نحط الدواء ليلها مرة ساعة ساعة ونص من تذهب أبدل تعتزل الخلاصة روح حدنا في نشينا طفينا عن هالضوء هاي وعلى هالمنوال من العرب يقول والله نحن من تفتح قرشة الدهن ولا دبة الدهن تضرب ريحة حتى في خمرة الرأس تضربك دورة من قوة ريحتها هي عن أبو مخدرات كان فيها هليهلي ومسمار ويليلان ومنين حلبه لازم بتغدري حتى يا غير طبيخة طبيخة تغدي سلك العرب مستوت الدنيا الدويات معروفة اللي حق الدوابت ما ينحط ابوي السقم هذا كله ما ينحط شغلنا نحن ماشي مي من أكثر من 30 سنة رقم واحد ولا نشكو من باس ما شاء الله شو هالطربيات كلها ابوي ثلثينها مبتاع ما تشون شيء بكراتين شيء هذا ابوي كله شيء من قطر شيء منه بيصير السعودية والدنيا بطرجة اللهم لك الحمد شو رايك انت يكون كبار ما ببوي حط بخلا لا حط نيمل علم ما تشوفون ما في حاضر ملح يلا 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 ها علم ما تشوفون عارف يقول والله تخلون الدهن وايد على على الضوء ليش نخليها وايد ابوي نحن لان ما نشلوطها هباب الضوء ما تلحق المريال هباب ما تلحق المريال طرف البزرات ابويها كلهن زاهر الكيلو بكيلوه ألم ما تشوفون مغسول ومنسوف ومقل ومحموس ومطحون انا اسوي صوره اول هذا هذا طلبيه مال وين؟ مال سعودي كم في دب كم في داخل؟ 16 دبه 2 كيلو 2 كيلو متى يجينا
تيجي نفر يشيل. يقول على المغرب يجي. أيوة. هالتنين يوم أول هو يقول يجي. ليش الحين في تأخير؟ أنا ما أعرف بس على يوم يخبر على المغرب يجي. Thank you حبيب. ابو محمد عندي ام ابراهيم تسلم عليك. انا مع الشيخ محمد القاسمي ووحشتني جدا. وازاي صحتك وعمل ايه؟ وسالت عليك خالد الخالدي. السلام عليك، كيف حالك؟ عساك بخير يا اخي. اعطني رقمك يا اخي، ابى اسولف وياك الخالد. الله يخليك، اعطيني رقمك. بالله عليكم شرد عليه هذا وهذا، ولا اقول له لا شيء وقت حق سوالف ولا شياته. يعني هذا بالله عليك شيء رد عليه فيه. بالله عليكم ايش رايك انت دواء محنايه؟ رايت اور رونج؟ ثانك يو ثانك يو ثانك يو. طلع عليك شالات الدنيا فوق راس فحيا، شالات الدنيا فوق راس. اليوم زرنا طرفة بس سمحوا ان ما خلتنا نصورها، وعطتنا عن الماضي وعن القصيدة وعن الجمري. الله مساء. هاي طرها بنت الرازم اللي قصد عليها الجمري. يا اخي خالد، يا اخي شو النوم السمك هذا؟ ما طالع؟ ايه شو هذا؟ تعال عندي، شفت وين حاط كوعك؟ شوف وين حاط كوعك في خصرتي. طب طار لي خصرتي الحين ضك عندي حق نار مس. تعال صلاح ترى ولا ما شيء سيره زين. وين تبي تسير اسبوع هذا؟ دبي. ما عندي مشكله، بتصير انت مع اسد. اي بس انا بس انتوا اثنين. ها تبي ترقد هناك لو ما تبي ترقد؟ لا فوق بعد في نفس المكان. ايه زين ما شيء مشكله، بتبات هناك. ايه زين بتليلة. ليلة وحدة. زين وين بتتغدى؟ لا عيسى. عيسى عيسى اي بس يتغدى في انقلب. انت انقلب. زين انا بخبره. زين يعني بتبات في البرشة. وبتتغدى عند قوم عيسى. نهار ثاني. الحين السيرة منو بيدفع بيزاته؟
زين عيل اليوم انت ما تدفع الفلوس ليش تشاور الدريول؟ انت الارباب بس خلاص عيل انت بتوديه دريول هذا عندك مش انت تشتغل عنده لا هو يشتغل عندك قول له ودني بيوديك وريده فوق رقبته ايه قبل حزت لا نحن الحين ما طالعنا بنلقط لك حجز ما بنلقط حجز العلم عند الله شو انت قولك الحين ان شاء الله خميس يوم الخميس بتسير الخميس بترد الجمعة مرة ما شي مشكلة بتغدى عند قوم عيسى في مزهر بتضوي طيب وضبي ان شاء الله تصلي المغرب هني بتصلي المغرب اليوم صليت هلا بابا متى احنا توني مصلي اقولكم توني طعمت منه يعني هالكبير قيس رايبه انزين هذا خبز وقاف يا ابن ولدي احمد يعني الله يحفظه وحاط عليه زعتر عليه زعتر كان الزعتر ما بخالطنه بزيت زيتون لا خالطنه بدهن طيب وش لكم انتم يعني غير نمون يوم حط الزعتر ويده الزعتر ودهن طيب نحن متعودين الزعتر مع ويا زيت الزيتون يا غير زعتر ودهن طيب شو بقول لكم والله قدام او اني بطعم شوي شوفوا والله طلع طعم لذيذ فنان يعني كان تبون الصدق وين انا بخف انا ما بخف وهاي يبوا لي هالغراءات الكثر يلا خلنا نكمل موضوعنا تعال ياي فنان والله يربوه خبز الوقافي ودبغه بالدهنه ويا الزعتر وحطه مني مرتين ثاني داخل هذا الفرن اللي فوق ضوتي غدا طعمه لذيذ احمرت شي وجهه غدا كانه تو مظهور من 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 التنور يعني ولذيذ طعمه وايد وايد لذيذ اعتقد السر في دهنة الخالدي اعتقد شو رايك انت؟ ايه انت هالنخير خر وخر حقه زي تعال عندنا وكمل سالفة الحين انت قبل شوي تقول لي صليت صدق؟ ايه متى؟ امس كيف صليت؟ الحين توني انا مصلي وانت هاي جلسك صليت انت المغرب؟ العصر والمغرب؟ الظهور راح لا تكذب علمت الكرد امس نص الليل ساري ويا احمد لا بالله ما خبرتني واليوم تقول لي صليت المغرب وانت ما صليت سهر الظهر والمغرب جمع قصر جمع قصر الظهر والمغرب ما بالظهر والعصر ايوه تبعت غير نمونه ترى سامحوني بخصوص سيرتي للحظ امس تصويري مع سناب مال هوي هوي كان لاني ابى اسمع روحي انا بضربان اللي يلسه وياه انا اليلسه عند الحظ وابغي ما يفوتني شيء فلذلك تلقطوني ساعات التسجيل والله هنا فلذلك شال طاقم كامل وايد التصوير كما اقول لكم هذا ولد الدوله محمد الدوله هذا ما شاء الله عليه تصوير صوت واداء من اروع ما يكون وعسبتي ان شاء الله باكر بيزها بالفيديو اللي من بيقطع لي اياك اجزاء المقابله كلها مدتها ساعه و48 دقيقه شيء من هالقبيل كل بفتره ثانيه بنحط جزء شيء من القصيد انزين والمول على النسخه الكبيره اللي هي التسجيل كامل السهره متعطاني 45 دقيقه ولا 40 دقيقه ما اقدر كم بنصفه هذاك بننزله في اليوتيوب اذا الله جعلنا الحين شيء جمله وحده قطع هي ها تباني اسوي كل دقيقه تليفون وانا اقول حق العرب لا حد يدق لي على ما ادري منو عاطي اللي وادم رقمي الخاص ومستادي وذا اللي له لازم واللي ما له لازم شو رايك انت صلاح صح صلاح حسد شو تبغى حسد ما يحتاج اقول انت بتقول له خلاص دبي اسبوع بتصير انت انا ما بسير دبي بسير البحر هو بابا بتروح البحر انت لا دبي انت بتصير دبي وانا بسير البحر انت تدري ولك عندك والفندق والدله شو رايك انت كلام منو حسد يقول انت يلا سرزقر يلا يا الله والله انك انت مشكله بابا هذا وياك تعال صلاح يقول لك يبي يصير دبي اسبوع هذا شو رايك شوف ازيد المسكول رنده وحده وسكره ما بيخلونه يطحن زين شوف اسد صلاح يبي يصير دبي اسبوع هذا رايك ان شاء الله بيودي وين بتسكنوا اي فندق فندق هو الفندق ريس بلازا ريس بلازا زين نفس الفندق الاولي فندق اول بنفسه هو هذا ايه
شو رايك صلاح؟ اكلهم زين؟ رقم واحد؟ يلا هذا العوق هو حق البطن. ها؟ حجرات تنين كل شيء تنين. ايه ايه ايه. شو؟ الحجرة. بعد يعني ما تبي ترقد وياه في نفس شبه الحجرة. ايه. امس انا وياكم صورتكم الحين منو بيصوركم؟ منو بيصوركم الحين بتصيرون؟ منو بيصور صورة؟ انا؟ بس البحر؟ بحر. لو بيظهر ابوي من قبره في دبي اسبوع هذا ما صرت. سيرة البحر اسبوع هذا يمكن اسبوع اللي عقبه يدبي اسبوع هذا ابوي البحر لا بد اسبوع هذا البحر طايح صلاني صلاني ايش رايك انت زين ما قلنا شيء ابوي يلا يلا صلاح بنسوي الحج حق الفندق هاي حياب الله عليكم هاي حياوي حق تليفون يلا يغرب لك اللي جسمت رقم تليفوني طب ما تلوموني يوم اقول لكم استادم التليفونات ولا يوني اللي له لازم واللي ما له لازم هاي شو متخبره تتصل وين تشتري البوبر انا الله تصير ابقى لك هاي لا تي الصوجع عيب ريال ما يسقع الصقعه صجيع صلاح تغير هالزمان شو بلاكم خير ان شاء الله شو المشكله شو عندك انت ما عندك رقمك مال المكتب مال زين خلاص نحن انا زاقرنا واعرف شو حريت حد زاخت ان الكهرب كلكم جايين يلا سر سر الحين بتصرف يلا نحن الحين اقترح اسد اقترح اسد ان الاسبوع الجاي يوم بسير انا بسير مع بعض شو رايك؟ بقول بحر هو الاسبوع اللي بعد شو رايك؟ انا دبي دبي الاسبوع الجاي ما بهذا اللي بعده يعني اسبوع حرب تيل صح؟ شو رايك؟ بالليل بالليل ها؟ بالليل لازم اسبوع هذا حبيبي لا انا لا يا حبيبي اسبوع اللي اسبوع ثاني ثاني ان شاء الله دبي زين شو صلاح الحين شو قلت انت اسبوع هذا ولا اسبوع اللي لا واحد دبي لازم لازم يا ولد الحلال يا ربي مرحبا هلا هديو هديو يقول لي بيصير دبي خديه بسير المستشفى ايش بسير دبي ولا هبساير لا ايه بربر جدام بربر جدام ال بسير دبي ولا هبساير خديه في المستشفى خديه في المستشفى ايش قال بسيرها عنها بسير المستشفى ليلة واحدة خديه في المستشفى زين لا شق الاذان وين الصلاه؟ اول انا ما الاول الله انك انت كل ذي عاهه جبار هذا انت لو صاحي 16 انا بتسوي اليوم لك رب العالمين ها؟ سوي مسلسل التوت هي اسبوع هذا بسير مسلسل عند خديجه إيه؟ اسبوع الجاي بتصير دبي يوم بسير انا المشكله خلاص 100% يلا كفك 100% يلا غايته ان شاء الله حبيبي خلي بزاد اول انت شو يعني انت ان شاء الله باكر تعال تريد عندي بغصب حسب باكر بس الجوازات عندي جميع الاشغال ايه سوي وياك باكر على الريو تريد مع بعض وباكر بسرح ان شاء الله من وقت عندي وايد شغل بسير مع البيت الخالور في الاختيار باتي بنتفق يلا توكل على الله يلا مع السلامه صلاح السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك صلاح خليك لا تجيب بجريب شوف الحين تباتي بتودون خديجه المستشفى انت بتصير وياها لو بتي عندي وبتسيب خلي دري ولديها بتصير ويا المستشفى ما ادري انت شوف الترتيب ورد علي خبر ما لا 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 بتلقطني مكاني ترياك يلا لا انت موبايل سكر بابا موبايلي انا سكر؟ لا حبيبي تليفوني بحياته ما تسكر يلا مال الله مساكم خير ونور وسرور مساء النشاط والرياضه والعافيه والصلاح والفلاح لكل اللي يسمع رمسني الحظ من مصبح من فرحان الكويتي زين قبل العشاء بجيب 3 أو 4 دقائق شو قال عاده الحظ؟ ان شاء الله ابو محمد قال الله جعلنا من الحيين بنت نكررها وانت موعدني انها ما تكون يتيمه قال لي ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين الودي اللي اختفت كانت بين المغرب والعشاء لكن الودي هالجايه
نباها تكون من عقب العشاء لين الساعة 2 في الليل، بظهر لك كل ما بالجعبة، بظهر لك كل المكنون القديم المقروء والمسموع واللي الناس ما سمعته واللي الناس تسامع تب وعندها بس رؤوس أقلام عنه كلها كلها بخبر. كان قال لي عطني بس من عقب ما صوم رمضان وصوم الست من شوال أبشر باللي تباه. مشاهديك صرح لهم حتى من أمر هالدقيقة إن الوعد هذا من الحظ إن مصبح بن فرحان وعد إن من عقب ما يصوم الست إن فالكم طيب. إن شاء الله الموضوع البارحي كان لردود أفعال وايد جميلة وايد زينة، والعرب كلها فرحت بمشاهد الحظي على الله يحفظه يطول بعمره. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن الجم غادي تحراد وبايت من كل سمكة تعد وتذكر، لا تم سجل لا تم هامور لا تم خن لا تم لزاق. الهاملي سلام عليك، كيف حالك؟ كيف انت؟ يعلى الله يحفظك شاد حيلك ما شاء الله عليك. يعلى الله يحفظك، يعلى الله يسلمك. شخبارك من عقب هاك اليوم؟ 200 زايد 5 كيلو من المطعم. هذا وين خربت على المطعم؟ لكن ستلم من عقب صح؟ ايه ايه. حيث تتحرون يمسك يوم أقولكم هذه الجمة أقولك يا غير حضرة من كل اسمك فيها العقلة النيسرة اللخمة كل شيء كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. من بعد السلام اليوم خروفة ما شيء خروفة، العلم عند الله. دام لي الحين ساعتين وانا حيج على عمري هالحيج كله، وين بتي الهبه حق خروفه ولا غير خروفه؟ يا غير على الله. ان شاء الله اذا الله جعلني الحيين بحاول اصولب بعمري، يعني لو جيتك عم ما تقول ما جيتك بحاول اذا الله اراد بحاول بقدر المستطاع. هذا اولا. ثانيا يعني على الله يحفظكم، ابونا بكره راح يكون يوم الله، لكن حصل ما حصل ما راح يكون يوم الله بكره. مفروض ان باكر يعني الله يحفظكم يكون يوم لا، لان ثلاثة ايام الحين على تلا هيله بيس سنابات انا ابوه تلوع تبود هالعرب. زين شو اللي خلى ما يكون بكره يوم لا؟ بيكون يوم الهيش. السبب باكر بيجوني جماعه الغداء ناس مميزين كلكم تعرفون. بي على الله يحفظكم فنان له بصمه كبيره في وجود الفن في دوله الامارات، بالذات في دوله الامارات. مساهمات خليجية وايدة في السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين في جميع دول مجلس التعاون، يا غير في الإمارات له بصمة وايد، له تأثير في كل بيت، في كل بيت له بصمة ومؤثر وشخصية حبوبة مع حد شراته. إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين باكر بتشوفونا عندي على الغداء، باكر بيتغدى عندي شخصية كلكم تحبونها وقريبة إلى القلب. أنا من الأساس أصلاً من الأساس شخصيتين اللي أعشقهم في فنانين الإمارات كلهم، والنعم يا غير هالشخصيتين عندي مميزات مميزين مميزات خصم بخوف رقعة السم خصف ما شيء مشكلة، لكن أبوي المميزين عندي اثنين فنان وفنانة، لكن اللي بيجيني باكر فنان، لكن اللي المميز من المميزين القسم النسائي فنان اللي هي الأستاذ الكبير الأستاذ الكبيرة ست الكل سيدة الشاشة الإماراتية الأستاذة سميرة أحمد. أعشق شيء اسمه تمثيلك، ويعيبني ترتيبك وأسلوبك وطريقة في التمثيل، ويعيبني كل شيء ليه تسوينه كل فنان. يعني الله يحفظك ويطول بعمرك. الفنان الثاني اللي هو الرجال قلنا لكم باكر عاد بيع الغداء، وإن شاء الله بتشوفونه إذا الله جعلنا من الحيين. انزين من ضمن المسجات اللي الحين وانا نزل السنابات فيني قالوا لي والله منذر المزكي خبر بسمه، والله بزوالك يا منذر انطريت عند حد. يعلى الله يحفظك يا ابو هند، يا ابوي لا تسوي لنا مشاكل، نبى دخيل الله يكون مفاجاه باشر زياره الريان، نبى خليها سبرايز، وان شاء الله انها بتغني سبرايز، وان شاء الله تكون معلومه صح. ان شاء الله يا منذر تكون المعلومه اللي جتني مش دقيقه انك انت طريت في السناب اسم الريان اللي بي. ان شاء الله اربع انت اربع يلا خب. سمعت خبر خالد الخالدي ايه؟ العملاق بعد بيكون موجود وياكم في المسرحية؟ عد سر مثلك انت لا ما يخصي. وباقي التفاصيل على سناب شات المميز أحمد الجسمي، بحط لكم حسابه. يسعدني مشرفني والله، وهلا هلا حبيبي. وتابعوا باكر ويا خالد الخالدي اجتماع عمل.
لعيونك يا خالد الخالدي من الرمس من دار أخوك مدر المزكي. خالدي سكن دفرة.